مساء الخير. أيام فاصلة عن مطلع السنة الجديدة على أن تحدد مرحلة ما بعد رأس السنة الاتجاه الذي ستسلكه جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي يصعب أن تستأنف على النمط نفسه الذي اتخذته الجلسات العشر السابقة التي انعقدت والتي لم تفضي إلى أي نتائج وأثارت عواصف الانتقادات للطابع الذي سلكته. وثمت من يعاود الكلام عن إحياء فكرة الحوار المواكب لجلسات الانتخاب ولكن من دون أي ضمانات له. أما على صعيد المبادرات الخارجية وإن وجدت فهي لم تنضج بعد، ما عدا الاهتمام الفرنسي بالملف اللبناني، فيما سيشهد الداخل زيارات من الخارج أولها الأربعاء لوزير الخارجية الإسبانية، وهي تندرج في إطار المعايدة للقوى الإسبانية العاملة في إطار اليونيفيل. وكذلك فمن المرتقب أن تقوم وزيرة الدفاع الفرنسية بزيارة مماثلة في الأيام المقبلة. بداية النشرة من حادثة العقبية التي أسفرت عن مقتل الجندي الإيرلندي تشون روني من قوات اليونيفيل وجرح 3 آخرين. ففي معلومات لتلفزيون لبنان أن لدى مخابرات الجيش اللبناني موقفين في الملف الذي أصبح في خواتيمه، وقد توضحت بالنسبة لمخابرات الجيش معالم الحادثة التي حصلت والمشهدية واضحة. وفي معلومات لتلفزيون لبنان أنه تم تحقيق مع كافة الأطراف أكانت اليونيفيل أو مسببي الإشكال في العقبية، وقد وصلت مخابرات الجيش اللبناني إلى نتائج أصبحت واضحة تماما. كشف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمام زواره لمناسبة العيد عن مسعى لانتخاب رئيس في الجلسة المقبلة. وقال البطريرك الراعي: تلقيت اتصال معايدة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقلت له كنت أنتظر منك معايدة ألا وهي انتخاب رئيس الجمهورية. فرد رئيس مجلس النواب: دعوتهم إلى الحوار مرتين ولم يلبوا. فكرر البطريرك بقوله: أجب ما تريده اليوم رئيسا للجمهورية. وكان الصرح البطريركي واصل استقبال المهنئين بالميلاد المجيد، وقد رحب البطريرك الراعي بوفد من القوات اللبنانية في كسروان في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش، مؤكدا: طالما كسروان بخير فبكركي بخير، وطالما بكركي بخير فكسروان بخير. النائب فيصل الصايغ يقول لتلفزيون لبنان: اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حمل أكثر مما يحتمل، ونحن على تواصل مع الجميع، وإن همنا انتخاب رئيس للجمهورية. الأخير بدنا البلد يمشي، وخلينا نكون صريحين، الحركة القوية الداخلية اللي عم تشوفيها الفترة هي مبنية على قرار دولي أنه نحن بعد رأس السنة الضغط الدولي سيزيد، رح يرتفع الضغط الدولي إن كان بتهديد بعقوبات، وسمعنا الكونغرس الأمريكي وسمعنا الأوروبيين إنه لازم ينحط عقوبات، وبالتالي في جو دولي باتجاه فرض عقوبات على السياسيين اللي بدهم يعرقلوا إعادة بناء مؤسسات الدولة بدءا بانتخاب رئيس جمهورية. لأنه أنا بذكر كل ما أنت بتفوتي على البلد استحقاق دستوري مثل رئاسة جمهورية، انتخابات نيابية، مثل تشكيل حكومة، هذا يعرض نظامك السياسي إلى علامات الاستفهام ويخفف الثقة بالنظام السياسي، وبالتالي ينعكس اقتصاديا. فنحن اللي جايين بدنا نعمل إعادة إحياء اقتصادي للبنان، ما فينا نعمل له إعادة اقتصادي بدون استقرار سياسي، ويبدأ هذا الاستقرار بتطبيق الاستحقاقات الدستورية في أوقاتها، ومنها بدءا برئيس جمهورية. فالضغط الدولي سيزداد، وبعتقد الشباب هون شعروا بهذا التهديد، يعني في تحضير أرضية يعني. بالنسبة للاجتماع ما صار في تغيير بثوابت، يعني لا نحن غيرنا ثوابتنا ولا التيار الوطني مغير من ثوابته، ما صار في تغيير لموازين قوى على مستوى الوطني كمان، فما بدنا نحمل هذا اللقاء أكثر ما يحتمل. وبذكر انه نحن قبل اللقاء الرئيس وليد جملات اجتمع بالاستاذ ميشيل معوض، وكان بجو اللقاء الاستاذ ميشيل، وكان في تنسيق، الاستاذ وائل ابو فعور زار الحكيم بمعراب كمان حطوا بجو اللقاء. يعني ما في شيء تحت الطاوله شيء فوق الطاوله. كما قلت لك هذا الفريق اللي اخترنا نسميه ميشيل معوض ماشيين سوا في اي بلان بي رح نعملها سوا، نحن ومشير والقوات رح نعملهم سوا، فما في مفاجآت. اما بالنسبه لجمهورنا ايه، نتفهم انه جمهورنا
عنده هيك رأي عام حول الطيار، حول حزب الله، حول كذا، وإنما لا، جمهورنا عم بيفهم علينا وشايف إنه بالأخير اللقاء اللي صار مع حزب الله كان رد فعل أكثر، شايف إنه لا، اللقاء كمان نحن ما بدنا نشتغل انعزال، لأن نحن بمرحلة الحرب اللبنانية قلنا إنه الانعزال طرح عزل أحد الأفرقاء بشكل مشكلة ولا لا، فنحن ضد فكرة العزل. وخلينا نكون صريحين، هالحركة القوية الداخلية اللي عم تشوفيها الفترة هي مبنية على قرار دولي إنه نحن بعد رأس السنة الضغط الدولي سيزيد، رح يرتفع الضغط الدولي إن كان بتهديد بعقوبات، وسمعنا الكونغرس الأمريكي وسمعنا الأوروبيين إنه لازم ينحط عقوبات، وبالتالي في جو دولي باتجاه فرض عقوبات على السياسيين اللي بدهم يعرقلوا إعادة بناء مؤسسات الدولة بدءا بانتخاب رئيس جمهورية. هلا الأشباط يعني شهرين، أنا هلا الأشباط رح يصير في خرق على مستوى رئاسة الجمهورية. أنا مقتنع بهذا الموضوع، في حركة إقليمية كبيرة، الحرب الأوروبية لا سيما الروسية الأوكرانية والوضع الاقتصادي الأوروبي والمشاكل اللي عم تحصل ضاغطة باتجاه اطفاء بعض المشاكل المناطق الدوليه، لا سيما مناطق يستفيد منها بكره بالغاز والنفط اللي بده اياه العالم، واللي مشاكلها منا مشاكل جوهريه، يعني نحن مشكله انتخاب رئيس منه مشكل جوهري اليوم، اكيد مشكل انا بدي امن حصتي وحصص وقصه انه تحسين ظروف وتحسين اوضاع هذا الحزب او ذاك او هذا السياسي او ذاك. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض خلال احتفال تأبيني في الطيبة الجنوبية أن مقتضى المنطق والعقل والمسؤولية يكمن في أن يحتكم اللبنانيون فيما بينهم إلى الحوار والتوافق لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المطلوبة. لا يستطيع أي طرف، وهذا ما أكرره على الدوام، خريطة القوى السياسية، خريطة التوازنات الميادينية، الواقع القائم في البلد، الحاجة للحلول الكبيرة، كل ذلك يستدعي ويفرض ويحول دون أن يتمكن طرف مهما أوتي من قوة أن يكون قادرا على معالجة كل هذه المشاكل بمفرده. مش ممكن، كل القوى على المستوى الداخلي هناك حدود لقدرتها، وهي مقيدة بالتوازنات الطائفية والمذهبية والسياسية الداخلية. مش عم نحكي كمقاومة، عم نحكي بالداخل. نحن لا ندعي ولا نريد، لا ندعي ولا نريد، نحن نريد أن نقارب كل هذه الملفات بالتكافل والتضامن والتعاون مع كل المكونات الأخرى، وحتى لو قدر لنا في بعض الجوانب أن نكون قادرين، نحن انطلاقا من إدراكنا للخصوصية اللبنانية، الملفات اللبنانية يجب أن تعالج بالتفاهم والتوافق بين المكونات. إذا كنا أشار النائب المستقل غسان سكاف خلال استقباله مهنئين بعيد الميلاد في دارته في عيسى الفخار في قضاء رشيع إلى أن هناك مبادرة رئاسية آملا أن تنجح هذه المرة وتكون بدعوة من الرئيس نبيه بري وتحت سقف البرلمان وعبر جلوس ممثلين عن الكتل النيابية على طاولة الحوار بعد الأعياد للتوافق على سلة أسماء ينتقى منها الأسماء الثلاثة الأولى ونذهب بها إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية. الجمهورية اللي معنا حكومة فاعلة، عنا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، نحن البلد الوحيد اليوم اللي معنا قضاء، يعني الشغور الرئاسي أدى إلى شغور في كل مؤسسات الدولة، المؤسسة الوحيدة اليوم اللي قادرة إن اللي بعدها عم تشتغل هي مؤسسة مجلس النواب. نحن علينا واجب كنواب أن نسعى بكل الجهود اللي عنا إياها لحتى ننتج رئيس للجمهورية بالسرعة القصوى. في طرابلس المطران يوسف السويف تقبل تهاني بالميلاد المجيد ووزير الإعلام يؤكد اتباع نهج العيش المشترك.
غصت دار مطرانية طرابلس بالمهنئين بالأعياد، حيث تقدم المهنئين وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الذي قدم تهاني بحلول الأعياد لرئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف السويف. وقد تمنى الوزير المكاري أن تكون هذه المطرانية جامعة لأبناء طرابلس والشمال من كل الطوائف، واعتبر أن النهج الذي نتبعه دائما هو نهج العيش المشترك في طرابلس. يعني طبعا اليوم في زيارة معيدة إلى سيدنا المطران سويف، هلا كنا عم نسأله عن معنى اللي، عم بيقول اللي هي المكان يلي بيجمع الجميع، ونحن نتمنى أنه هاللي المطرانية هون تكون جامعة لجميع الطرابلسيين من جميع الطوائف، وخاصة بهذا الظرف الرديء يلي عم يمرق فيه البلد. يعني جينا نعطيه كل دعمنا، وأكيد ناخد كمان بركاته، ونحن اصلا اللي عمرنا هيدا هو النهج اللي بنتبعه، نهج العيش المشترك بين طرابلس ومحيط طرابلس. نحن ربينا على هذا الاساس ورح نبقى على هذا الاساس. النائب اشرف ريفي الذي زار مطرانية طرابلس في اطار التهنئه بالاعياد اكد ان الحل لاعاده الانتظام العام في البلد يبدا بانتخاب رئيس للجمهوريه. حل بقى رفعنا الحقيقة نقوم بواجباتنا كمجلس نواب، كحكومة، ككل مسؤولين سياسيين الحقيقة، لإيجاد حكم المخرج للمأزق اللي عم نعيش فيه تمام الحقيقة، ولا نتزاكى أنه بالنهاية يبدأ الحل بانتخاب رئيس للجمهورية الحقيقة، أن نعيد فعلا الانتظام العام امتداء من رئيس الجمهورية، وأي عمل خارج إطار انتخاب رئيس الجمهورية أنا برأيي الحقيقة هو إذا بدك عم تسبح خارج التيار أو خارج المجال الطبيعي تمام الحقيقة. هو تأكيد للوطنية، تأكيد للشراكة الوطنية بشكل أساسي تمام الحياة، لا أحد يحل محل أحد نهائيا الحياة. أكيد نحن بنعرف تمام الدستور ما بترك فراغات نهائيا، إنما أن يجب أن يملأ الفراغ بصاحب الحق. غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه الرسمي في الذكرى التاسعة لاغتيال الوزير السابق محمد شطح بالقول 9 سنوات على جريمة اغتيال الأخ والصديق محمد شطح لن ننسى. لمناسبة حلول عيد الميلاد أبرق الشيخ شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إلى القيادات السياسية والروحية والوزراء ورؤساء الكتل النيابية والعسكرية والأمنية والقضائية وسفراء بعض الدول مهنئا بالأعياد المجيدة والعام الجديد. كما اتصل شيخ العقل بالمفتين المنتخبين حسن دلة حصبية، علي الغزاوي زحلة، وأفيق حجازي رشاية والبقاع الغربي، وزيد زكريا عكار، وطارق إمام طرابلس، مباركا لهم تبوؤهم مقام الإفتاء. شارك رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية مرسابة في بشري، حيث ترأس الذبيحة الإلهية كاهن الرعية الأب شربل مخلوف. وقد رحب مخلوف بجعجع وعقيلته والحضور، ثم تلا الإنجيل المقدس وألقى عزة محورت حول ميلاد المخلص، وقال إن الرب لم يترك عبر التاريخ الإنسان المؤمن عندما تشتد الصعاب من مصر إلى بابل إلى عهد الإمبراطورية الرومانية، حيث أرسل لنا ملك الملوك، واليوم أيضا لن يتركنا في لبنان. وعقب انتهاء الذبيحة الإلهية توجه رئيس القوات وعقيلته والنائب السابق جوزيف إسحاق إلى صالون رعية، حيث تقبلوا التهاني بالعيد. مناسبة الميلاد المجيد، نائب رئيس حزب الكتائب جال في منطقة بنت جبيل ووضع إكليل على نصب شهداء الكتائب والجيش في عين إبل. استهل نائب رئيس حزب الكتائب النائب سليم الصايغ جولته في قرية عين إبل بوضع إكليل على نصب شهداء الكتائب وشهداء الجيش، ومن ثم شارك في الذبيحة الإلهية في بلدة رميش في حضور فعاليات من البلدة ومن قوات اليونيفيل. بعد ذلك كان لقاء آخر في منزل رئيس البلدية لمعرفة حقيقة ما جرى في موضوع الأراضي التي تمت محاولة وضع اليد عليها من قبل منظمة أخضر بلا حدود. واطمأن الصايغ إلى وحدة موقف الأهالي حول الانتهاكات التي حصلت وكيفية معالجة الأمر بحيث تسود سيادة القانون والعدالة على كل أمر آخر. وخلال الجولة وضع الصايغ إكليلا على نصب اللواء الشهيد فرانسوا الحاج وآخر على نصب الرائد الشهيد سامر تانيوس، ثم انتقل إلى بلدة دبل حيث كان لقاء شعبي في مزار سيدة دبل تخلله حوار مع أهالي البلدة. نحن اللي بيحمينا هو الدولة اللبنانية، ولما الدولة ما تعود موجودة نحن بنحميها لهيدي الدولة. ونحن بدنا
المؤسسات توقف على إجريها. نحن بدنا جيشنا يوقف على إجريه. نحن بدنا مؤسساتنا الأمنية والعسكرية يكون بريئة. النجوم تبع الضباط يكونوا عم يلمعوا تماما مثل النجوم اللي كانوا على كتفه للواء فرانسوا الحج تماما. وختم الصايغ زيارته بكلمة معايدة توجه بها من رميش قائلا: أرض الأصالة اللبنانية والتي هي من أقرب النقاط اللبنانية لمغارة بيت لحم، حيث نشعر بحضور المسيح ونفهم معنى هذا اليوم المجيد في تاريخ الحضارة الإنسانية. شجرة عيد ميلاد من البلاستيك تضيء بنشعي أزغرتوية لرفع الوعي بشأن البيئة. على ضفة بحيرة بنشعي في منطقة صغرتة بشمال لبنان أضيئت شجرة عيد ميلاد مصنوعة من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها لنشر فرحة عيد الميلاد، وفي الوقت نفسه رفع الوعي من أجل الحفاظ على البيئة. وتتألف الشجرة من 110 ألاف زجاجة بلاستيكية خضراء تبرع بها السكان، بالإضافة إلى 2000 زجاجة بيضاء زينت قمة الشجرة. ويقول المنظمون إن صنع الشجرة استغرق شهرا كاملا، وكان تشديد على ضرورة رفع الوعي بأهمية إعادة التدوير. نحن حبينا تكون مع كولابوريشن مع كريسمس باي ذا ليك تنقدر نأرجي الزينة اللي هي من خلال قصص ماتيريال اللي بتنعمل ريسايكبل بتنكب نحن يوميا بحياتنا ما منهتم فيها. قررنا أنه نحولها لمصدر هيك فني يقدر الناس تكون عم بتشوفها وتكون بذات الوقت إيكو فريندلي مع الطبيعة. يعني في كتير عالم صار عندها وعي لأهمية التدوير والريسايكلينج للزبالة للقصص اللي منكبها. نعتبر أنه نحن ما بقي لها فايدة مع أنه هي من ماشي منقدر نعمل شيء. شيء كتير حلو وأنه إيه بشجع سلطان نحن لأننا صغار بصير شجعنا وقت نكبر كرمال الريسايكلينج بصير أنه لبنان بلد أحسن. وعلى مقربة من الشجرة أخذ أطفال يلعبون بجوار مجسم فني كبير للكرة الأرضية أطلق عليه اسم بلانت بي، وهو مصنوع من 85 ألف غطاء زجاجة مياه بهدف زيادة الوعي لحماية كوكب الأرض. فاحتفالات الميلاد لبنان الأعلى تكلفة عالمياً. مفاجأة كشفتها دراسة لموقع وورلد رامت حول تكلفة إجازات عيد الميلاد في مجموعة واسعة من دول العالم بعدما حل لبنان في صدارة الترتيب وفقا للتكلفة الإجمالية لكل أسرة. وأسس الموقع بياناته على ثلاثة أوجه للإنفاق هي تكلفة الطعام وتكلفة عمليات التزيين وهدايا عيد الميلاد، والتي تخطت $2000 في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة. وكان الطعام وزن نسبي كبير في التكليف في بعض البلدان خاصة لبنان والفلبين والدول الإفريقية، والذي تجاوز 45% من موازنة أعياد الميلاد للأسر. ولكن في معظم الدول أيضا كان الجزء الأكبر من ميزانية عيد الميلاد مخصصا للهدايا، وشكلت الهدايا التكلفة الأعلى بين المؤشرات الثلاث في أكثر من نصف البلدان. أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض خلال جولته في محافظة بعلبك الهرمل على أولوية استكمال إجراءات الكوليرا بالتعاون مع المنظمات الدولية والعاملين بالمجال الصحي وفريق الوزارة لأن الوباء لم ينتهي ونرى بعض البؤر هنا وهناك وعلينا متابعة إجراءاتها من أجل حماية مجتمعاتنا. كما قال: على إن كان وزارة الطاقة والمياه أو كان الشركاء الدوليين لا يعني حقيقة الارتقاء بمستوى شبكات الصرف الموجودة. هنالك تقريبا فوق 30 مليون يورو من الإيو الاتحاد الأوروبي حيروح لليونيسف وبالتعاون لحتى يرجعوا مشان شبكات الصرف الصحي، وجزء منها هي لمحطات التكرير المياه المبتذلة اللي موجودة بمنطقة بعلبك الهرمل بإعادة وتكبيرها وأنه ينعمل عليها الشبكات. هنالك كذلك مشاريع أخرى عم تجي إن كان من الألمان أو غيرهم لموضوع تأمين المياه. النشرة مستمرة بعد الفاصل.
أهلا بكم. أعلن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية أن 6 من أفراد قوات الأمن التي يقودها الأكراد قتلوا في هجوم انتحاري شنه تنظيم الدولة الإسلامية اليوم على أحد مراكز قوات الأمن في مدينة الرقة. قال مكتب المدعية العامة في باريس الاثنين أن المشتبه به في قتل 3 أكراد بالرصاص في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي يخضع لتحقيق رسمي، وألقي القبض على الرجل 69 عاما الذي لم يتم الكشف عن اسمه يوم الجمعة بعد مقتل رجلين وامرأة بالرصاص في مركز ثقافي كردي ومقهى كردي قريب في المقاطعة العاشرة المزدحمة بباريس. وبموجب القانون الفرنسي فإن الخضوع لتحقيق رسمي يعني أن هناك أدلة جدية أو متماسكة تشير إلى تورط المشتبه به في الجريمة. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرياض وطهران متفقتان على مواصلة المحادثات ويمكن عقد جولة جديدة في بغداد، لافتة إلى أن الحوار بين وزيري خارجية إيران والسعودية في الأردن كان بناء وعبر عن استعدادهما لمواصلته. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أعلن في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد له على استعداد المملكة العربية السعودية لاستمرار الحوار مع طهران. ارتفاع عدد القتلى في بافالو والعواصف القطبية تجمد شرق أمريكا يوم عيد الميلاد. اجتاحت عاصفة ثلجية قوية مدينة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية يوم عيد الميلاد، مما تسبب في محاصرة أشخاص في سياراتهم وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل ورفع عدد القتلى جراء سلسلة عواصف قطبية شديدة تجتاح مناطق كثيرة من الولايات المتحدة. وذكرت محطات تلفزيونية أن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة. وتركزت معظم الوفيات في بافالو والمناطق المحيطة بها في غرب نيويورك مع استمرار موجة البرد والثلوج الكثيفة في مطلع الأسبوع. وقال مسؤول بالمقاطعة إن الحصيلة المؤكدة لعدد قتلى العاصفة قفزت إلى 13 الأحد. وأشارت المعلومات إلى أن من بين أحدث الضحايا تم العثور على البعض في سيارات وآخرين تحت أكوام من الثلوج، وأن عدد القتلى قد يرتفع أكثر. تطورت الملف الأوكراني في هذا التقرير. تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولات بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز قوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في المقاومة ومحاولة استعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من الغرب. وفي آخر التطورات، أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع في بيلاروسيا بأن أنظمة الصواريخ التكتيكية إسكندر وأنظمة الدفاع الجوي S-400 التي نشرتها روسيا في بيلاروسيا جاهزة تماما لأداء المهام المنوطة بها. ميدانيا أيضا أعلنت موسكو أن هجوما بطائرة بدون طيار على قاعدة أنجلز في جنوب روسيا أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية الطائرة لكن حطامها المتساقط تسبب في وقوع إصابات في الهجوم الذي وقع ليلا. تزامنا كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن القضاء على مجموعة تخريب أوكرانية حاولت التسلل إلى مقاطعة بريناسك الروسية. وفي المواقف، رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن على الغرب شاء أم أبى أن يتفاوض بعد أن قطع تقريبا كل العلاقات مع روسيا، وذلك عقب مرور أكثر من 10 أشهر على الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا. وأوضح أن الجميع سيشهدون قريبا تراجعا كبيرا في قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي، وسيكون مجبرا على التفاوض بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها. وردت الرئاسة الأوكرانية على الموقف الروسي بتأكيدها أن الحرب لها نهاية واحدة وهي خسارة روسيا ومعاقبتها. في أفغانستان، ومع إصرار طالبان على قرارها بحظر عمل النساء، حث القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان القائم بأعمال وزير الاقتصاد في حكومة طالبان على إلغاء قرار حظر عمل موظفات المنظمات غير الحكومية. وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان أن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وأن تذليل العقبات ضروري. طائرات مسيرة من كوريا الشمالية تخترق المجال الجوي لجارتها كوريا الجنوبية التي دخلت في حالة تأهب عسكري.
كوريا الجنوبية جارتها الشمالية باختراق مجاريها الجوي بعدد من الطائرات المسيرة، مما دفع سيول إلى نشر مقاتلات ومروحيات وأطلاق طرقات تحذيرية لصدها. وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان بأن عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي في المناطق الحدودية حول أقليم جيونيكجي، وبأن إحدى الطائرات الحربية وهي طائرة هجومية خفيفة من طراز كي اي 1 تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغ سيونغ. كما نقلت وكالة رويترز أن إحدى المسيرات التابعة لكوريا الشمالية حلقت فوق عاصمة كوريا الجنوبية سيول. وكانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطاري إنتشون وجيمبو بناء على طلب من الجيش. ويبدو أن كوريا الجنوبية تأهبت عسكريا بعد عبور الطائرات المسيرة فوق ما يعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، تصبحون على خير.